مكملين مع حضراتكم مع واحدة من الشركات المصرية المهمة جدا في عالم الدهانات الذكورية اللي بنقول عليها أصل الذكور في مصر، بيور أصل الذكور. مرحبنا النهارده، مرحب يعني مشرفنا النهارده الاستاذ محمد الورقي مدير الدعم خليل. الفني، برحب بك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ خليل. وايضا يعني النهارده معايا الاستاذ احلام، ودي مفاجاه الحلقه يا جماعه، النهارده مفاجاه الحلقه احلام النقاشه، برحب بك يا استاذ احلام. الله يبارك فيك، الله يصلح حالك. وايضا برحب بالاستاذ محمد صالح شراب، احد الفنانين المحترمين المعروفين في سوق البويات، برحب بيك. اهلا وسهلا. وايضا كريم همام، فني لشركة بيور. النهاردة معانا نجوم من شركة بيور، ودول اللي فازوا معانا بجوائز شركة بيور خلال الأربع أسابيع الماضية. هنبدأ سريعا مع الباشمهندس محمد الورقي. باشمهندس محمد الورقي، عايزين نقول النهاردة إيه المنتجات بتاع شركة بيور؟ إحنا اتكلمنا قبل كده على السوشيال ميديا، ولكن حابين نشارك السادة المشاهدين معانا إيه أهم المنتجات اللي شغاله فيها شكل بيور. طبعا اول حاجه بشكر استاذ خليل. شكرا ليك استاذ صفاء. الله يخليك على الاستضافه الجميله ديت. شركه بيور طبعا من اولى شركات الديكورات في مصر، تقريبا من 2010 شغالين. تمام. طبعا عندنا الديكورات، عندنا القطيفه، عندنا الميتاليكات، عندنا البولو، عندنا الستوك، في منتجات كتير ديكوريه وغير ديكوريه كمان تكميليه يعني. طيب على سبيل الحصر، عايزين بقى انت جايب معاك علب النهارده، عايزين نفرج الساده المشاهدين على المنتجات بتاع حضرتك. طبعا عندنا ده العلبه دي علبه الستوك. طيب للكاميرا هنا كده. تمام. طبعا احنا عندنا كل منتج له علبه. تمام. ده منتج ايه؟ ده الستوك. الستوك اللي طيب. هو حضراتكم اهو، ده الروشن، اسف معلش. اتفضل. احنا غلبنا المصور معانا على فكره. ماشي تمام. طبعا عندنا كل علبه، كل منتج. استاذ محمد هتعرض ده الميتاليك. استاذ محمد هستاذنك هتعرض المنتج على الكاميرا دي. ده الميتاليك. تمام. حطها على الترابيزه يا استاذ محمد. عندنا ده القطيفه. تمام. دي القطيفة. الميزة اللي احنا بنتميز بيها. حطها على الترابيزة، حطها على الترابيزة. تمام. تمام. طيب احنا بص هنحطهم على الترابيزة كده. تمام. هات حضرتك. تمام. ماشي، هتقول لي بقى ده ايه؟ بص بقى للكاميرا كده وتقول لنا ده ايه وده ايه وده ايه. تمام. خلاص بقى. ماشي حاضر. تمام. دي القطيفة. دي الميتاليك. تمام. دي الورنيش. تمام. البيوتك. تمام. دي البولو. تمام. ده الاكوا فيرنش. تمام. وطبعا ده غير بقيه المنتجات، في منتجات كتير جدا وفي علب كتير، كل منتج عندنا له علبه وله شكل وله ستايل معين. اكيد. طيب احنا عايزين نقول يا جماعه، احنا بدانا مع شركه بيور حمله اعلاميه يعني من شهرين، وبدأنا في الشهر الأخير نعمل مسابقة على صفحتنا، صفحة إعلام سوق البويات، إن إحنا بننزل صورة الفنان مع المنتج، أحد المنتجات دي بيشتريها بيلاقي فيها طبعًا، أول ما بيفتح العلبة كده يا جماعة بيلاقي فيها جايزة فورية تمامًا من 5 ل 20 ل 100 جنيه. العميل أو النقاش بيتصور مع العلبة وبيبعت لنا الصورة على صفحتنا، صفحة إعلام سوق البويات. أكبر صورة بتحصل على تفاعلات بيفوز معانا بكرتونه ديكوري. طبعا فاز معانا خلال الشهر اللي فات 4 متسابقين، وطبعا معانا جائزه تشجيعيه ثانيه، يعني 5 جوائز. هنبدا مع حضراتكم مع اول فائز معانا، وهي الاستاذه سماح احلام. استاذه احلام، الست ام الاء، انا برحب بيكي وبقول لحضرتك انت نموذج للست المصريه المكافحه. كلمينا يا استاذه سماح عن ازاي دخلتي مهنه النقاشه. والله انا في الاول خالص كنت بحب لعب الالوان، اللي هو وانا صغيره ان انا اعمل اشكال كتير وشكل حلو، وحبيت ان انا اكبر في المجال ده، او بمعنى صح اكون متميزه عن مثلا انا اخواتي مثلا 5 مهندسين، حبيت ان انا اكون متميزه عن اي حد تاني. تمام. اكون ليا مثلا شخصيتي،
او اكون حابه مثلا مجالها او ايا كان صعب. طب ليه يعني مهنه النقاشه دي معروفه ان مهنه الرجال، ليه اخترتي مهنه صعبه كده يعني؟ كنت اخترتي مجال تاني اسهل ليه؟ ماشي، هي صعبه بس في نفس الوقت يعني بتخلي الواحد مش مهم مثلا الفلوس، انا حباها حابه اشتغلها، حابه ان اكون مثلا ده مجالي اكون متفوقه فيه ومتميزه عن اي حد تاني. بدات امتى يا استاذه سامح؟ انا بدات من حوالي 14 سنه. 14 سنه بسم الله ما شاء الله. 14 سنه في المجال. معلمه كبيره دلوقتي. لا انت كده مش هنقول انت معلمه بقى. معلمه كبيره يا جماعه. الله يبارك فيك يا استاذنا. الحمد لله وصلت للمرحله الحمد لله دلوقتي في ثقه ما بيني وما بين الناس في شغلي وبأس الشغل وبشطب والحمد لله، وده احسن حاجه، والثقه اللي بيني وبين الناس دي احسن حاجه في اي حاجه. تمام، يا ريت يا جماعه ننزل تليفون الاستاذه احلام، وانا بدعو كل المصريين. وانت حضرتك من انا محافظه؟ انا من المنصوره يا هندسه. من المنصوره طبعا. الـ 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 الرقم موجود على الشاشه، اي حد يا جماعه عايز يعمل شقه او عايز يعمل حاجه كويسه يتواصل مع الست احلام ام الاء المعروفه في سوق الدهانات. طيب ام الاء، عايزين نعرف بقى انت ليه اخترت شركة بيور؟ يعني ثقتك في هذا المنتج ليه؟ هو الصراحة منتجات شركة بيور كلها يعني من اول تأسيس فيها للشغل بتاع الديكورات للآخر كلها منتجات ما شاء الله ولا قوة الا بالله. اول حاجة فيها اسعارها هادية. تاني حاجة ما شاء الله يعني منتجها كمية مثلا فرد كويسة جدا. عالي الجودة. يلفت الأنظار أصلا في شغلك مثلا، ومعاك مثلا مسافة أو مدة بتمشي عليها بتحرك فيها الشغل زي ما أنت عايز، بتتحكم في الشغل. أفضل منتج حضرتك بتحبيه في منتجات شركة بيور المنتج إيه؟ الصراحة أنا بحب معظمهم. معظمهم؟ طب يعني بحب السواحلي. العينة اللي جايباها معاك النهاردة ممكن تعرضيها كده نفرج السادة المشاهدين إيه الجمال ده والروعة اللي عاملاها؟ دي اسمها ايه؟ دي اسمها ايه؟ دي اسمه فلاور. فلاور. ده تنفيذ حضرتك طبعا. تمام. قولي لنا بقى، اشرحي لنا ازاي بتنفذي هذا المنتج؟ هو قبل اي حاجه خالص ان احنا بندي سكينتين معجون وبنصنفر وبنشطب شغلنا الاساسي عادي. تمام. وبعد كده بنبدا ان احنا بندي الشكل اللي احنا عايزينه. ده ممكن منه اشكال كتير. طيب يعني حضراتكم شايفين يعني جمال العينات. ودي دي خامه شركه بيور. وده تنفيذ الاستاذه سماح احلام. مش عارف ليه بغلط في اسمك يعني، اصل انا حافظ ام الاء يعني، حافظ ام الاء. مش مشكله. ده تنفيذ ام الاء اللي فازت معانا بجائزه شركه بيور. ويا ريت حضراتكم اديكم شايفين شغلها، اللي عايز يتواصل معاها ويعمل شغل زي ده كده يتواصل مع الست ام الاء. الله يبارك. قلت لي انت حضرتك مراحل التنفيذ ايه؟ انا قلت لحضرتك ان احنا بندي سكينتين معجون وبنصنفر حلو وبنشطب بنبطن عشان خاطر مثلا على حسب اللون اللي احنا هنشتغل عليه. تمام. ايا كان لون، لان طبعا الفلاور بانواعه كلها الوان مختلفه. تمام. كل انواع الفلاور كل الوانه موجوده. تمام. وبعد كده بنبدا بقى نشكل الشكل ده على ذوقنا يعني، او مثلا على الستايل، ان كان على العمود مثلا ده ليه شكل، ان كان في الحوائط او في الاسقف ليه شكل تاني. مثلا باخده زاويه 45 معايا ماشي، دايره اسطوانيه، اي شغل مثلا متعدد شغل يعني مثلا الحاجات دي الديكورات دي انواع كتير وشغل كتير. طيب واضح ان حضرتك شاطره جدا، بس ان شاء الله احنا معانا مداخله مهمه جدا مع الكيميائي المهندس محمد عيد رئيس مجلس اداره شركه بيور. برحب بيك يا باشمهندس. مساء الخير يا استاذ خليل، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ ايه وكل سنه وحضرتك طيب وضيوفك الكرام بخير ان شاء الله. اولا انا بشكر حضرتك على المداخله دي طبعا. الله يخليك. ده وشكرا ان حضرتك معانا على الهواء دلوقتي. الله يخليك، شكرا افضلك، وبشكر حضرتك على الاهتمام وعلى استضافه الشباب اللي فازوا وعلى راسهم اخت ام الاء. صراحة إنسانة مجتهدة جدا وشغلها متميز وعملت بصمة جيدة في السوق. الله يبارك فيك. وطبعا مش هتكلم عن الأستاذ شراب والأخ اللي مع حضرتك والأستاذ محمد الوراقي.
تقول لهم ايه النهارده؟ اولا هنقول لهم الف مبروك طبعا بمناسبه الله. طبعا مبروك عليهم ان شاء الله، ودول اضافه لينا في الشركه ان شاء الله باذن الله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. طيب باشمهندس محمد، يمكن عايزين نقول ان شاء الله الشركه خلال الفتره اللي جايه في عروض جديده، هل هيكون في خطه اكبر للانتشار اكبر؟ كلمنا بقى عن طموح الشركه خلال الفتره اللي جايه. هو الشركه مبدئيا احنا بنتكلم على الخامات او المنتجات بتاعتنا. الميزه اللي بتميز شركه بيور ان من اكتر من بقى لنا اكتر من 10 سنين ان المنتج ثابت كجوده، وده شيء مهم جدا. تمام. القصه مش قصه ان انا اجيب منتج وبعد سنه يتغير الجوده بتاعته طبقا للظروف الاقتصاديه، طبقا للمنافسه، للكلام ده كده. الفتره اللي جايه طبعا فتره هدوء شويه في السوق، فهتبقى في بعض المنتجات اللي موجوده حاليا بنحاول نركز عليها اكتر. تمام. في منتجين ثلاثه المفروض ان احنا ننزل بيهم كان على الموسم الجديد، بس هنشوف الاول ندرس السوق، لان لازم لما تيجي تنزل بمنتج لازم تهيئه، لان المنتج مش منتج تعمله من ناحيه الكيميائيه بس او من ناحيه الفورميولا، لا برضه لازم من ناحيه التطبيق والابليكيتور وكلام زي كده يبقى فاهم كويس جدا، لان المنتج من غير فني يعرف يشغله ولا ليه قيمه. أكيد أكيد يا باشمهندس. باشمهندس محمد عيد، يمكن حضرتك قامة كبيرة في عالم الدهانات، وحضرتك كيميائي طبعا احنا هنحرجك على الهواء ونقول لك لازم تكون معانا في حلقة على الهواء هنا عشان نستفاد من خبرات حضرتك. يعني يعني احنا عايزين كل سوق البويات يتعرف على خبرات حضرتك في مجال الدهانات، وخاصة طبعا طبعا وخاصة ان حضرتك رجل كيميائي. يعني بشكرك جدا يا باشمهندس، بشكرك جدا جدا جدا، ومنتظرين حضرتك ان شاء الله في حلقه خاصه مع حضرتك. شكرا. شكرا ليك. محمد صالح شراب، وهو بونبونايه سوق البويات، مشاكس سوق البويات اللي دايما عامل لنا يعني شغل كده على الفيسبوك. محمد صالح شراب فاز معانا بجائزة استثنائية وتشجيعية نظرا لاستخدامه لمنتجات شركة بيور بشكل يعني دائم، ودايما بيرفع العينات على الفيسبوك. بصراحة واقف وقفة كويسة جدا جدا. برحب بك يا محمد. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس بخير. قول لي بقى يا استاذ محمد، ايه سر الدعم الكبير لشركة بيور؟ اولا شركه بيور زي ما قال الباشمهندس محمد من شويه، شركه بيور هي اصل الديكور في مصر. تمام. وهي اول شركه ديكورات اتعملت في مصر، واول ناس صنعوا ديكور في مصر. الميزه الثانيه انه خامه الشركه فعلا يا جماعه ثابته. والميزه الثالثه انه انت كصنايعي لما تيجي تشتغل بخامه بيور تاكد 100% انه الخامه هتشرفك كويس جدا، بتريحك في استخدام. معدل الفرد بتاعها كبير. احكي لنا بقى، احكي لنا يعني قول لنا المميزات بتاع العينات بتاع او الخامات بتاع شركه بيور. انا هي عينه عطيفه اهيت موجوده معايا. هنتكلم عنها. عينه القطيفه دهيت بتمتاز بيها شركه بيور بالقطيفه. روحها طويله ما بتنشفش في ايدين الصنايعي على طول، بتاخد وقت عقبال ما تنشف معاك، بتقدر تقطعها بطريقه كويسه. وكمان من اول وش كمان بتغطي معاك، يعني مش زي التانية بقى او انواع تانية مره واثنين وثلاثه عشان يظهر التاثير، بالعكس دي من اول مره التاثير بتاعها بيظهر معاك بمنتهى السهوله، بمنتهى السلاسه، وبمنتهى البساطه كمان. ومعدل الفرد بتاعها عالي جدا جدا، ومعدل التغطيه بتاعها كويس جدا جدا. تمام. وزي ما حضراتكم شايفين ان رقم تليفون محمد صالح شراب، وهو احد يعني الناس المبدعين والفنانين الكبار اللي بيتعاملوا مع شركة بيور. يا جماعة اللي عايز شغل مع محمد شراب يتواصل معاه على هذا الرقم. نرجع بقى لكريم همام. انا كنت متوقعك يا كريم ان انت حد كبير في السن، لكن بسم الله ما شاء الله عليك 18 سنة وبتعمل شغل كويس جدا مع شركة بيور. قول لنا بقى برضو انت ليه اخترت شركة بيور بالذات؟ شركة بيور اخترتها لكذا، بصراحة كذا سبب. اول سبب من جد جربتها اول مره، فعلا لقيت ان المنتج بتاعها عالي جدا، سعرها كويس، واقتصادي في متناول اي حد، اي زبون بعمله يعني في متناول جميع. انت قصدك على السعر؟ السعر السعر بصراحه جميل، والخامه بصراحه مقابل سعر جميله جدا، بتديك خامه مقابل سعر جميل. يعني انت شايف ان بيور بتديك سعر كويس، بيديك جودة كويسة جدا، بترفع راسك مع العميل. طبعا لما كنت بعملها كذا مرة الزبون كان بيفرح او بالجنب او بالديكور اللي بعمله له، ف
فبصراحه يعني منتج جميل فرد. قول لنا بقى يا كريم انت النهارده جايب لنا ايه عملته مع شركه ضيوف؟ دوت سواحلي. دي خط التنفيذ بتاعته بيبقى اول حاجه وجهي اول بيبقى بتونه نفس اللون. نفس لون الخامه نفسها. تمام. منه الوان ده؟ طبعا ده. تمام. بيجي فضي تلونه اللون انت عايزه اي لون انت عايزه. ده في منه فضي وذهبي ونحاسي ونبيتي. في منه ايه؟ فضي وذهبي ونحاسي ونبيتي. دي الالوان الجاهزه. كل الوان. تمام. وبنلون اي لون احنا عايزينه. كل الالوان. دي الالوان الجاهزه بتاعته. الفضي بيتلون اي لون. وزي ما قال الاستاذ محمد بيبقى جاي منه الوان جاهزه. دوت رصاصي واخد سنه اسود. الفرد بتاعه عالي جدا، التغطيه بتاعته محترمه. يعني لو مثلا القطيفه مع استاذ محمد لو لون الوجه الاول البطانه مختلفه سنه عن القطيفه في شركات تانية ما بيغطيش معاك من اول وش. تمام. لازم تدي وش تاني او تقرب لون البطانه. بيقول مش كده. انت حضرتك في منطقه ايه؟ من الامام. الامام القاهره. من الامام. تمام. طيب دعوه بقى لجماهير القاهره. كريم همام فنان مبدع وحضراتكم شايفين العينات اللي عاملها، يا ريت تتواصلوا معاه اللي عايز يعمل بقى ديكورات من الاخر، صح يا كريم؟ تمام. طيب كريم قول لنا بقى ازاي بقى فزت، ازاي اتعرفت على المسابقه بتاعتنا؟ انا طبعا متابع الصفحه مع حضرتك اعلام سوق البيات، فنزل اول متسابق ولقيت بصراحه المسابقه حلوه وفيها منافسه. فبعت الصور لحضرتك مع الشغل طبعا ومع علبه شركه بيور، وحضرتك قبلت ونزلت. كنت نازل مع استاذ فاضل والحمد لله عديت بحوالي حاجه و30,000 صوت. طبعا انت جبت لايكات كتير جدا، انت تفاعلاتك وصلت 60,000. 60,000 تقريبا. بسم الله ما شاء الله عليك. الحمد لله، يعني الحمد لله فزت وبشكر طبعا كل الناس اللي دعمتني واهل منطقتي واصحابي واخواتي. هتشكرهم بس في نهايه الفقره. باشمهندس محمد الورقي، طبعا حضرتك مدير الدعم الفني التسويق او التسويق طبعا. عايزين نقول ان احنا معانا فنانين افاضل، يعني هل لو احتاجوا اي دعم فني بيتواصلوا مع حضرتك ازاي؟ حضرتك يا استاذ خليل، احنا شركه فاتحه بابها لاي حد، للناس اللي معانا كسبت او لاي حد بره في السوق الدهانات. تمام. احنا تحت امر اي حد كدعم فني. كدعم فني. اي حد عاوز اي حاجه في الدهانات، رقم تليفوني طبعا. تمام. موجود على الشاشه. اي حد عاوز يجي ياخد دوره تدريبيه في المصنع يتفضل. اي حد عاوز يفتح معرض او عاوز يشتغل في الدهانات تحت امره يشتغل، نساعده وهنقف جنبه. و لا لو في حاجه معديه مدام اي حد عاوز اي مساعده في الدهانات احنا تحت امره اكيد. طيب كلمه اخيره في نهايه فقرتنا يا استاذه احلام، تقولي ايه النهارده؟ والله انا مبسوطه قوي ان في برنامج النهارده بيدعمنا اصلا كلنا، وان احنا نطلع ونتكلم على المنتجات اللي احنا بنحبها واللي احنا عايزين نشتغل بيها. ده اول حاجه خالص. تاني حاجة برضو ان انا بشكر حضرتك وبشكر الاستاذة صفاء وبشكر البرنامج بتاع صدى مصر وبشكر القناة صحة وجمال، وبشكركم كلكم على وقفكم معانا دي، وان احنا برضو بتقدمونا للناس وتعرفوا الناس علينا، وده احسن حاجة يعني ان احنا شفناكم برضو وتعرفنا عليكم النهاردة. طيب وبشكر شركة بيور طبعا ده اهم حاجة ولا اول حاجة. وبشكر شركة بيور دي لان هي فعلا 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 هي عملت، يعني دي اول حاجه عملت للواحد صيت. بجد يعني انا كنت مثلا ما بفنش بشغل من بيور، ده كان اول حاجه كانت بتعمل لي اكتساح، او سواء مثلا في فيلا او في شقه بتاعت عريس او بتاع شغل، كنت ببدا بالمنتجات في الاول كده، بس بعد كده الحمد لله بقيت اكتسح في شغلي بسبب الشركه بتاعت بيور، مش اي شركه تانية. احنا اللي بنشكرك على وجودك معانا النهارده، وان شاء الله في مع شركه بيور الراعي الرسمي لبرنامج صدى مصر هتكوني معانا لقاءات عديده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. كلمه اخيره وشربت تقولها النهارده في نهايه فقرتنا. احب اشكر حضرتك واشكر برنامج صدى مصر واشكر الاستاذ صفاء، طبعا مشكوره جدا جدا، بذلت مجهود كبير معانا بره. واحب اشكر شركه بيور واقول لهم متشكرين جدا جدا يا جماعه على اللقاء دهوت، واحب اشكر تجار فلسطين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي وبيتابعونا، الاستاذ سمير شراب والاستاذ جهاد ناجي شراب واستاذ عبد السلام شراب واستاذ اسماعيل خضر شراب، واحب اقول لكل اهل في فلسطين وفي مصر كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب. كريم
طبعا بشكرك يا استاذ خليل وبشكر الاستاذ صفاء وطبعا ما انساش الاستاذ سمير عزب مدير الدعم الفني بصراحه بيتعب معانا واي اتصال. طب انا سمير عزب يا جماعه لو في مداخله مع سمير مش عارف موجوده ولا لا يا ريت تدخلوه لان استاذ سمير عزب انا لازم اقول لك يعني اقول كلمه كويسه انت من ضمن الناس المحترمه جدا جدا واللي حابين ان شاء الله في المرات الجايه تكون معانا باذن الله اتفضل. طبعا بشكر استاذ سمير عزب واستاذ فاضل بصراحه اي اتصال بتليفوني بيساعدنا وبشكر كل الناس اللي دعمتني في المسابقه اخواتي واصحابي واهل منطقتي وطبعا الناس الغريبه اللي ما تعرفنيش دعمتني بشكرها جدا وبشكرك يا استاذ خليل. انا اللي بشكرك. طب في نهايه فقرتنا معانا مفاجاه طبعا بالاضافه الى الجوائز اللي حصل عليها الفنيين سواء كانت الكرتونه الذكوري او الكوبون اللي حصل عليه الاستاذ محمد شراب ب1000 جنيه شركه الجندي للعدد والادوات الذكوريه مقدمه لفنانين شركه بيور جايزه يعني تقديريه وهي عباره عن عده زي ما حضراتكم شايفين لكل الناس اللي فازت معانا هيستلموها ان شاء الله بعد الحلقه. طبعا شركه الجندي الحاج خالد الجندي بشكرك على دعمك لفنانين بيور وحضرتك بنتمنى ليك التوسع مع كل شركات مصر وانا بقول ان شركه الجندي من اهم الشركات المصريه في هذا المجال ويا ريت كل دعوه عامه لكل شركات مصر بالتعاون مع شركه الجندي للعدد والالات. اشوفكم بعد الفاصل مع فنانين اخرين مع فنانين شركه بيور للدهانات الذكوريه اصل الدهانات الذكوريه في مصر. اشوفكم بعد الفاصل.